النهارده وصلتها للطريق السريع وهديه وهي اللي سايقه لوحدها وعلى الكوبري. ازيك يا هديه؟ ايه احساسك وانت بتقولي يا لهوتي على الكوبري؟ يعني بجد انا كنت خايفه جدا وانا طالعه اهو دلوقتي. بجد الحمد لله. في رجليكي شويه من على البنزين، واحده بواحده بينزل بهدوء، واحده بواحده. ايوه ادي سنه الفرامل واحده بواحده. فرملي فرملي، ايوه برافو عليكي. ها بس شيل رجلك من على فرامل، نفرمل بالراحة. أيوة برافو عليكي. ظبطي ايديك وماشي على الطريق السريع النهاردة، صح؟ وصلنا؟ هنذبح العجل اللي احنا اتفقنا عليه؟ إن شاء الله. ماشي وهنودي لأهل الله خير بقى، خلاص؟ ده وعد يا جماعة. اوكي. مساء الخير واهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات نجاح. النهاردة الحكاية اللي معانا حكاية ست بس بميت راجل، باجدع من الرجالة. ست كده قعدت عندها ظروف معينة، عندها مشاكل معينة، قالت انا ما استسلمش، انا انزل اعمل اللي الرجالة بتعمله بس احسن منهم 100 مرة. النهاردة هتشوفوا احسن مدربة قيادة سيارات للسيدات في مصر كلها. معايا النهاردة استاذة رانيا الامام، مدربة قيادة سيارات للسيدات، عشان دي مهمة جدا. سيدات بس. بس. عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الرجولة اللي احنا فيها شفتي؟ دي؟ بغض النظر انك ليدي قوي وامرايا وسكر خالص. ربنا يحميكي. انت ايه اللي خليكي تنزلي تدربي سواقة واحنا ستات معروف يعني اكيد اتقالك اقعدي في المطبخ اكيد شوفي عيالك؟ هو ما تقليش كده، هو انا اتحطيت في ظرف كنت لازم اعرف اشتغل ايه. اتحطيت ان بابا والولاد الكبار ولادي توفى، ساب لي دين امور كده وساب لي عربيه، فانا اعمل ايه في الحاجتين؟ انا بعرف اعمل حاجتين اتنين بالظبط، بعرف اطبخ حلو قوي، يا بعرف اعمل ادرب يعني اسوق. بعرف اسوق كويس. بعرف اسوق كويس. طيب انا هختار ايه من الاثنين؟ قلت في الطبيخ والحاجات دي عامله امكانيات وانا ما عنديش الامكانيه. طيب اعمل ايه تاني؟ اودي ولاد مدارس، ما لقيت نفسي فاشله قوي في الموضوع، ما بعرفش اتحرك قوي في الولاد واديهم. فانا كنت بحب قوي ان انا ادرب صحابي، اخد صاحبتي ان انا ادربها، اخد جارتي ان انا ادربها، ما اعرفش ايه. فواحده قالت لي ايه رايك يا رانيا ما تدربي زميلتي، ما تدربي؟ قلت لها بجد؟ قالت لي اه عندك حلوه قوي، انزلي دربي وشوفي وتعاملي وشوفي الطريق معاكي ازاي. نزلت على طول على الفيسبوك على جروبات العيشة. وقتها من كام سنه كمان الموضوع لسه مش معروف، مش موضوع معروف خالص خالص، وانا كمان واحده فاشله قوي في موضوع الفيسبوك والتلفزيونات والحاجات دي. فبدات انزل مدربه قياده سيدات، والحمد لله الحمد لله جه اقبال غريب اصلا اياميها. وبدات بقى بدات في الموضوع خالص، بدات انزل واحده بواحده واحده بواحده لغايه لما الحمد لله بقيت رانيا الامام. الستات ما بتعرفش تسوق. ناس كتيرة بيقولوا كده بس معايا بيسوقوا. وانا بخاف من الستات. انا بلاقي لسه بقول لك لما بلاقي عربيه سايقاها سته اقول لجوزي لحظه لما هي تعدي. فاكيد بيتقال لك كده كتير، بيقولوا لي كده، بس انا ماليش دعوه بيهم، انا ما بتفرجش عليهم. انا اصلا انا ماشيه في طريقي، ناس يقولوا لي اتخري يمين اتخري شمال، يا عم انا ماشيه انا وخلاص، انا واخده الطريق وبعلمك وبس، ما تبصيش وراكي ولا قدامك، خليكي في طريقك. يعني الستات فعلا ما بتعرفش تسوق؟ لا لا بتسوق بس بتتعلم غلط. بما يعني ايه يعني؟ يعني ممكن حد يعلم الست غلط، ممكن يدولها حاجات غلط. طبعا ممكن يدولها اي حاجه غلط، يعني ممكن يقول لها خدي اليمين، انا دايما اليمين عندي على ضيق. ناس كتيره قوي بتاخد اليمين على واسع. طب انت داخله اليمين على واسع ازاي؟ انا والله كنت متعلمه مع حد وانا جايه علشان اظبط معاكي الدوران. لا طب تعالي اظبطي. انا بحب قوي ان هي ما تتعلمش على دركسيونين، اتنين دركسيون، اتنين دريكسيون ده حاجة صعبة شوية جدا. ليه؟ لان هو اصلا معاه دريكسيون بيتحكم فيه ومعاه فرامل في رجله بتتحكم فيها، لكن انا بعلم على دريكسيون اكنك انت سايقة العربية على عربيتي، على عربيتك على طول، او على عربيتي انا، يعني اي عربية في الاتنين سيان يعني مش مشكلة. بحب قوي اعلم على طريق مفتوح، طريق سريع. انا وانا بتفق بقول لهم يا جماعه تعالوا لي في المكان ده عشان انا بعلم على طريق ما بعرفش، يعني ما بعرفش باركينج مثلا في حاجه مقفوله. انا طب جبانة. انت لو دخلتي ماشي، انت دخلتي في بارك وتعلمتي في بارك أوكي. وبعدين طلعتي على الطريق، ايه اللي هيحصل معاكي؟
من الاول خالص. من الاول خالص هتخافي من الطريق وهتحسي ان انت مش قلقانه ومتضايقه وتعبانه. طب انا بعد انا هسوق هنا وبعدين هطلع الطريق. اول حاجه خالص اشرح نص ساعه في العربيه. تعالي بقى معلمك يعني ايه ميكانيكا عربيه، تعالي معلمك الزيت بيتقاس ازاي. تعلمينا ميكانيكا؟ طبعا انا ست حصص بالظبط الحمد لله بفضل الله بعلمك السواقه كمان. لا ده انت تقولي لي بالراحه. ست ساعات ميكانيكا. انت بتعلميني ميكانيكا؟ اه حلو قوي. انت افتح لك الكابوت قليل بتاع العربيه، كابوت العربيه بتفتح على طول، وببدا اشرح يعني ايه عربيه ويعني ايه العربيه فيها الزيت بتاعها، يعني ايه فيها الميه بتاعتها، يعني كمان. ايه ناقص. اه وبخليكي تقيسي بايديكي. وفي ناس كتيره جدا، في ناس بيقولوا لي احنا مش عايزين، يعني احنا مش عايزين نشوف، احنا مش هنستعمله. طب اعرفيها بس. واقول لكم كمان ممكن احنا ممكن اصلا ننزل يعني فرقدت العربيه وانت ماشيه فرقعت هتعملي ايه على الطريق. طب تعالي معايا بقى واحدة بواحدة نفك العربية ونعدل العجلة ونشوف الدنيا ماشية ازاي مع بعض. بجد؟ يعني انا كست فعلا ممكن اقدر انزل. هو ده مش طب تقليل انتي مني، ايه ناقصك انا مثلا؟ بحس انه عايز عضل، عايز حد لا يقدر طب ايه يشيل اللي ناقصك يحط من انتي والراجل، يعني ايه اللي ناقصك انتي والراجل عندك القوة. هنا؟ بحس ان هم محتاجين الموضوع، ما هي محتاج لو قوة هنفضل جسمانية نقول شوية. بقى قوة 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 مش هنتعلم حاجة. انتي بتعلميني كل حاجة. اه كل حاجة كل حاجة. طب حلو جدا. وغير الزيت يعني معظم الستات ممكن تكون فاهمه الى حد ما في الميكانيكا، بس موضوع الزيت ده لا هي تايه منها، فتفضل في ماشيه مقاس بالعربيه الزيت انا وتتوه. بعلمه ازاي من اول حاجه خالص. اقول لكم يا جماعه الزيت ده بيتغير كل قد ايه. انت بتمشي عليه 6000 كيلو، قبل 6000 كيلو لازم يتغير. لو العربيه وقفت معاكي في الزيت ما تمشيش عليها، ما تتحركيش علشان خاطر ممكن تبوظ منك، ممكن تتحرق منك. الحاجات دي كلها لازم كل تكوني ده عارفه. يعني ايه درجه حراره العربيه، حراره العربيه ليها ازاي، لو جات للمؤشر اول ما في هنا. حتى معلومه فاشله ودايما انا بعلمها جامد قوي، ان العربيه يا جماعه انتوا دايما تقولوا انا بفتح مفتاح العربيه وبسوق. طب استني ريحيها شويه، سخنيها سخنيها عشان ده العمر دايما الافتراضي صح بتاعتها طويل يعني ما يقلش يطول معاكي. صح. اه يطول. حلو قوي. طيب امتحان السواقه بتعملي معايا فيه ايه؟ بعمل ايه معاكي فيه؟ اول حاجه انا بدربك كويس قوي. حتى ناس كتيره جدا بيجي يقولوا لي علمينا ازاي بس نطلع من الرخصه، يعني ازاي اعمل في الرخصه ناس تيجي تاخد او كورس اه ده بس ممكن الناس يقولوا لي بتساعدي في الرخصه. اقول لهم لا انا بعلمكم، بعلمكم مش ركنات محتاجه ازاي بقى لا تدفعي فلوس ولا ولا اي اي حاجه. حاجه لا خالص خالص خالص. انت بتتعلمي معايا ركنه ازاي، اصل هي حاجه عاديه. انت بتطلعي بوز العربيه بطريقه معينه وبترجعيها بطريقه معينه، وغير كده انت بتتعلمي ركنه معايا. فالركنه معايا خلاص هي اصعب حاجه في السواقه، الدبرياج العربيه بيطلع. دي طلعتي اصعب حاجه الدبرياج مش الركنه؟ خالص. الركنه دي سهله جدا جدا جدا، انا بعلمها ببساطه والحمد لله اللي معايا يا جماعه بيركنوا صح الحمد لله. طيب ده طول عمري فاكره ان الركنه دي اصعب حاجه يعني في الحياه، لا طلع ان الدبرياج هو الدبرياج. الاصعب. وغير كده كمان انا بعلمه الثلاث طلعات، يعني ثلاث طلعات الدبرياج ازاي. انت بتطلعي بس بسنه بسنه مثلا، وبتقفي عند حد معين لغايه لما العربيه تبدا تتحرك معاكي، ثبتي رجليكي وامشي. حلو ده قوي. دي طلعت اول حاجه في الدبرياج. تاني حاجه موازنه بقى اللي كل الناس بتعملها اصلا وبيزهقوا فيها جامد جدا. الموازنه ازاي تطلعي بالدبرياج وبالبنزين مع بعض الاثنين وبتطلع معاكي العربيه. الثالثه اللي هي الطلعه السريعه اللي هي تحطي سنه بنزين وطلعي دبرياجك وسوقي. تصدقي انا حبيت السواقه. الحمد لله هعلم. بص هقول لكم حاجه، من واحنا بنعمل الاعداد وهي بتحكي عن السواقه بتحكي عن حاجه عشقاها شغف، وبعدين مش بتعلم السواقه بطريقه عاديه او حاجه مدروسه، لا هي بتتفنن ازاي اعمل حاجه مبتكره، ازاي مش عارفه ايه. فبجد والله انت ست ال100 راجل، الحمد هفضل اقول لله لك لحد اخر الحلقه. الحمد لله الحمد الفيديو اللي لله. كانت معانا دي كده كانت الحصه رقم كام دي وهي طالعه بنوته كده؟ انا ما اعرفش انت هتحط الحته دي، هي دي بنوته كنت بعلمها ودي الحصه الثالثه معاها. والبنوته دي ما شاء الله عليها كانت بتستجيب وكانت خايفه جدا جدا جدا. انا خفت وانا ببص كل عليكي. واحد معايا بيخاف اصلا، هم ما بيصدقوش. يعني يا مدام رانيا انت بجد اشرحي اشرحي اشرحي، وفجاه انا بنزل من باب العربيه تعالي مكاني، احنا هنتعلم على الطريق ده؟ اه. طب تاخدينا في بارك الاول؟ لا احنا هنسوق بجد؟ طريق اه سريع. اه 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 وعندنا طريق انا مختاراه كويس قوي علشان تتعلمي فيه السواقه، عشان تطمني على طريق من اول اول حاجه. بيجي لي ناس كتيره قوي 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 عايزين حصتين جراءه، يعني احنا عايزين جراءه، احنا بنسوق جودي معلمني ومش عارفه ايه بس هو مخوفني من الطريق. طب تعالي بالظبط. معايا حصتين جراءه وبننزل نسوق بنلعب بالعربيه. انا بحب قوي المانيوال قوي قوي قوي، بحب اعلم عليها. حتى ناس كتيره يجي يقولوا لي ايه ما تعلمين على اوتوماتيك على طول، اقول لهم لا تعالوا تقرفوا الاول بالمانيوال معايا، تعالوا بجد ده الاول الافضل معايا وده الاصح. الاصح. ومن اول بقى ال 127 تسوقي عربيه لغايه البي ام هي ال عادي 127 بتتساق؟ حلو قوي، وببقى انا بصي صغننه فيها كده جميله طبعا. لا انت كمان قلتي لي حاجه عظيمه جدا،
انت مقدره فكره ان ممكن حد يكون معهوش اي امكانيه ماديه غير ال 127 دي ومحتاج يشتغل بيها. طبعا علمت ناس كتيرة قوي جولي علشان خاطر يعملوا مشاريع. يعني احنا ستات في بنقف كتيرة قوي في مواقف. انت قاعده في البيت بتعملي ايه؟ انزلي سوقي، تعالي تعلمي سواقه، ودي ولاد مدارس. والحمد لله بفضل الله من تعبي في الاول عرفت امكانيات الناس ايه. بدات اعمل حاجه خير في العربيه، كل حصه بقول لهم يا جماعه احنا بنعمل حاجه خير والغلطه بخمسة جنيه، تعالوا معايا بقى ادفعوا علشان نظبط الدنيا دي. وانزلي ودي ولادك المدرسه ووديهم واتعاملي اشتغلي حتى لو 127 هتعلميني عليها. يعني عندنا كده احنا دلوقتي التاكسي، معلش دلوقتي في ناس كتيره قوي، انا واحده من الناس ما بحبش اركب بنتي تاكسي، ده حقيقه بخاف عليها جدا. طيب بنتي دلوقتي راحه مثلا كليتها، راحه مش عارفه ايه، مش كل شويه هقول لجوزي تعالى وديها تعالى جيبها. انا بخاف قوي من موضوع الخطف اللي كتيره جدا بيتكلموا عنها ده. طيب ليه لا؟ انت بنتي ربنا يسهل لها امرها، انت معاكي مفتاحك، انزلي دوري عربيتك ودي ولادك ايا كان نوع، اي بقى ان كان نوع، انت مش فارقه معاكي العربيه، المهم ان انت بتسوقي. طيب فوبيا، الناس اللي عندها فوبيا زي حالاتي كده، لا ما تخافيش السواقه يا جماعه بجد، مش دايما بقول لهم السواقه مش عن سواقه فن مش بقول لكم بتحب الموضوع يعني خدي امشي على طريقك ما تخافيش. اصل انا بصي معايا 6 حصص 6 ساعات ايا كان، ساعتين في اليوم هتخلص معايا، بس بفرق ما بينهم ساعه علشان تاخدي راحتك كده ونفسك. يعني انا بتعلم في خلال 6 ساعات. دي اول مره اسمعها. انا عارفه ان هو اسمه كورس مثلا. لا هو كام حصه؟ هو 6 ساعات. اصل مثلا انا هقول كورس، فيه بسمع قوي ناس قايلين كورس مثلا مبتدئين، لا كورس تعليمي وبعد كده كورس المحترفين. ايه هي السواقه؟ اساسا ممارسه، ده معروف قوي ان السواقه ممارسه. خدي اساسك صح وسوقي. يعني انا لو جيت لك النهارده بعد قد ايه انزل اسوق على طريق؟ لو تحبي 6 ايام ورا بعض اوكي، بعد 6 ساعات اختاريهم انت بالظبط، انا هعلمك فيهم. ممكن يعني ممكن في يومين 3 ساعات و3 ساعات. في ناس كتيره جدا بيجوا مزنوقين جدا، بيبقوا مسافرين السعوديه، مسافرين اي مكان، يا مدام رانيا عايزين يعني نسوق على طول. انا بس اول حصه تفرق معايا، انا اطلع لك بس الدبرياج بتاعك وعربيتك تمشي ازاي والدنيا تعمل وبفصل، لان امكانياتك بتكون خايفه. تاني بقى حصه خلاص تعالي بقى معايا ساعه 2 انت معايا بقى، ما تفرقش معايا حاجه. يعني انا ممكن من حصتين ابدا اسوق. اخر حاجه منزلها على الجروب بنوته كده، جاي لي في ساعتين عايز اتعلم اوتوماتيك، والحمد لله علمتها وتحدينا وطلعت طريق سريع والحمد لله. انا جايه. يلا انا جايه. ربنا يستر علينا بقى كلنا. قبل ما اختم، في ناس لازم تشكريهم وانا عارفاهم وانا بشكرهم قبلك. طب ربنا يحميكي. ماما ربنا يخليها لي، سندي، ظهري، حبيبتي دي بجد، الست دي تعبت قوي عشاني قوي قوي، هي اللي كبرتني وطلعتني. كانت دايما تقول انا خلفت راجلين والبنت بتاعتهم راجل التالتة، دي حبيبه قلبي، صاحبتي، اختي وجارتي وعشره عمري، الحاجه جميله. بجد الست دي لها افضل كتير قوي عليا، حبيب قلبي، جوزي، بجد هو ده بقى السند والظهر. بجد 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 مشجعني على كل حياتي، كل حياتي دايما بيديني الدفعه، اطلعي ما تقفيش، استمري استمري استمري. شهد حبيبه قلبي اللي استحملت معايا كتير قوي، بنتي حبيبتي كده، هم دول حياتي. ربنا يخليكي ليهم. ربنا يبارك لك. بجد انت جدعه. طبعا هي ما حكتش كل الحكايه، مرت بمشاكل كتير، مرت بوقعات، مرت بامراض، بس كله عدى، لان ما فيش حاجه ما بتعديش. بس خلق شخصيه بتحس باللي حواليها، فاهمه يعني ايه الحصه بيطلع منها جزء للخير. احنا في جزء كده من الفلوس اللي انت بتاخديها دي مش بتاعتك خالص، دي بنعمل بيها حاجات للناس اللي كانوا زيك. طبعا كل الناس عارفه كده والله. الحمد لله ربنا يبقى. طبعا انا عايز اقول بس ان هي كان بيدرب معاها ناس كتير جدا، وناس ناس مشهوره وناس محترفه جدا. واحنا دلوقتي الحمد لله الحمد لله نعتبر من اهم الناس اللي موجوده في العاشر. الحمد لله. المره الجايه لما هتكوني معايا هيكون عندك ايه؟ ادعي لي كده ان انا بقى عندي مدرسه سواقه، وانت اللي هتسوقي بنفسك. انا اللي هنزل برضه. انا برضه لا، دايما جوزي يقول لي ربنا هيكرمنا هيبقى عندنا مدرسه، اقول له وانا اول واحده هتنزل تدرب بنفسها. طبعا مفيش فايده. لا لا مش هقعد على كرسي. انا السواقه. عارفه في ستات مجنونه مطبخ، انت مجنونه. انا مجنونه سواقه فعلا، بحبها. مبسوطه قوي انك كنتي معايا. ربنا يبارك، وان شاء الله دي مش اخر مره باذن الله. باذن الله. صدقيني نورتيني.
وبوجه تحيه لبنتك ولمامتك ولزوجك ولجيرانك وكل الناس اللي بتحبك، وادخلوا على الصفحه شوفوا كميه الدعم، كميه الناس اللي بتشكر فيها وكميه الناس اللي بتحبها. دي حاجه احنا ما بنعرفش نشتريها، دي ربنا هو اللي بيحطها في قلوب الناس حوالينا. الحمد لله. استنونا بعد الفاصل مع فقره مهمه جدا، وكل بنت عندها مشاكل في بشرتها تستنانا ضروري.